ما مدى ملامسة البيان الختامي في قمة تونس العربية لمتطلبات المرحلة؟ وكيف يقرأ غياب عدد كبير من الرؤساء والملوك العرب؟ أي قيمة سياسية يحويها بيان القمة الرافض لاعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل وبالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل؟ هل نجح المجتمعون في تبني مقاربة موحدة تجاه الموقف من إيران؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان تونس وقمة اللاءات الجديدة.